موضوعها الصفحة 35، المعالجة رقم 2. التمرين الأول، رتب الأعداد تصاعديا. نتذكر نقطة، هناك نقطة في أيام العيد الأطفال يجمعون النقود، الأطفال يجمعون النقود، والأطفال يحبون النقود يوم العيد. كل طفل يتمنى أن يصبح ثريا يوم العيد، وهناك أطفال عندما يكبرون يصبحون السنة الرابعة ابتدائي أو خامسة ابتدائي، الكبار لا يعطونهم النقود لأنهم يقولون أنهم كبار، ولهذا سينزعج الأطفال لأنهم يظن الناس أنهم كبروا على أخذ النقود يوم العيد. والكبار يسموها العيدية، العيدية جه عاوزين العيدية، الكبار يختفون من الصغار يوم العيد لكي لا يطالبونهم بالعيدية. العيدية هي فرحة الأطفال، هي فرحة الأطفال. إذن هناك نقطة، هناك نقطة. الآن هناك سوبرمان جمع يوم العيد هكذا، وهناك كونان جمع يوم العيد هكذا، من الذي جمع أكثر؟ اسألوا الأطفال الصغار، الأطفال الصغار يوم العيد لو تأخذ منه، لو تسأله من الذي جمع أكثر سيقول لك السوبرمان هو الذي جمع أكثر. لماذا؟ لأنهم يحسبون عدد القطع، كم يملك سوبرمان من قطعة، 1 2 3 4 5، وكونان كم يملك من قطعة، يملك 2. الصغار يحسبون عدد القطع، لكن الكبار الذين يعرفون الرياضيات يعرفون أن هذه القطعة تساوي 10 من هذه. إذن ماذا نقول في الرياضيات؟ نقول أن هذه القطع هو قيمتها 140 دينار، وهذه القطع قيمتها 200 دينار، و 140 140 140 أصغر من، أصغر من 200. فماذا نقول في الرياضيات؟ نقول أن 140 أصغر من 200 معناه ترتيب تصاعدي. وهنا يسأل عن الترتيب التصاعدي، معناه نبدأ بالقيمة الصغيرة ثم القيمة الكبيرة. الترتيب التصاعدي نبدأ بالقيمة الصغيرة. الآن نرجع، لماذا هذا أصغر من هذا؟ لا نحسب عدد قطع، هذا رقم، هذا عدد مكون من 3 أرقام، وهذا عدد مكون من 3 أرقام. نتذكر الصفحة 28 في الكتاب، الصفحة 28 لمقارنة عددين ذوي 3 أرقام. أنا أقارن عددين ذوي 3 أرقام، 1 2 3، 1 2 3. ماذا نفعل؟ أقارن أولا رقمي المئات، رقمي المئات، هذا عنده 200، عنده 100 و100، وهذا عنده 101، عنده 101.
الذي له أكبر المئات هو الأكبر، إذن كونان هو الذي جمع أكثر. بالنسبة للتمرين، رتب الأعداد تصاعديا، معناتها نبدأ من الأصغر، معناتها نبحث عن أصغر المئات. ماذا فعل هذا التلميذ؟ نقيم العمل، نفهم ماذا فعل، هل انطبقت عليه النكتة؟ هذه النكتة ستنطبق ربما على هذه الإجابة. ألاحظ من هي أصغر مئات؟ 400، 200، 800، 200، 500، 900. إذا ماذا سأبدأ؟ أبدأ بالمئات الصغيرة. المئات الصغيرة 200، 200، 200، 200، صحيح 200، 200 موجودة. ثم انتقل إلى العشرات. العشرات صغيرة 1، 5، 1، 5 صحيح، من له عشرات أصغر هو الأصغر، إذن هذا الترتيب صحيح. من 200 تأتي 400، 300 لا توجد، 400 صحيح، 400 موجودة مرة واحدة. ثم تأتي 500 موجودة، 500 موجودة مرة واحدة صحيح، 500. ثم تأتي 600 غير موجودة، إذن هذا استعملناه. ماذا يبقى؟ يبقى 8 و9. يبقى 8 و9، إذن هذا التلميذ إجابته صحيحة. أصحح الأخطاء؟ لا أصحح الأخطاء، هذا التلميذ إجابته صحيحة. إذن نكتب الإجابة كما هي فقط، كوبي كولي. إذن عندي طريقتين، يا إما نكتب هكذا، إما نكتب هكذا كوبي كولي، وأنا لا أفضل هذه الكتابة. ماذا أفضل؟ أفضل الكتابة بعلامة أصغر، هذا أصغر من هذا، وهذا أصغر من هذا، وهذا أصغر من هذا. إذن تكتب على كراسك هكذا، تكتب العلامة أصغر، لا تربط بالفواصل، لأنه عندما تكبر قليلا في الدروس القادمة سنستعمل الفاصل للأعداد، ستكون لدينا 2 فاصل و3 فاصل، تختلط الفاصلة مع الفاصلة. إذن لا أكتب هكذا، أكتب بهذا الشكل. هناك طريقة كذلك يكتبون بها، إما تكتب بهذا الشكل، إما تجعل خطوط عمودية تفصل بين الأعداد هكذا، تفصل بين شريط عددي، تصنع شريط عددي. الخلاصة عندك 3 طرق للإجابة، كوبي كولي أو تجعلها في شريط عددي أو تستخدم الرمز أصغر. أنا أفضل هذه الأخيرة، إذن سأحذف هذه، سأحذف هذه، سأترك ما أفضل، أفضل هذه الكتابة. ودعم تعلماتي، أنقل ثم أدرج الأعداد في الشريط العددي، هذه 300 وزيادة، 600 وزيادة، وهذه 300 وزيادة، 400 وزيادة، 900 وزيادة. واضح، واضح جدا أن 900 وزيادة، 900 وزيادة تأتي هنا، واضح جدا لأن عدد المئات أكثر. تبقى هذه 300 وزيادة، 400 وزيادة، 300 وزيادة أصغر، معناتها تأتي هي الأولى، ثم تأتي 400 وزيادة. إذن هذا هو الجواب، الجواب بهذا الشكل، 300 وزيادة، 300 وزيادة، 400 وزيادة، 600 وزيادة، 900 وزيادة. المشكل هنا فقط 307، هذه عندها 0 عشرات، وهذه عندها 5 عشرات، إذن هذه أصغر من هذه، ويكون الترتيب التصاعدي بهذا الشكل، لأنني أصعد من هنا، أصعد إلى هنا، أصعد أصعد أصعد. انتهى التمرين الأول. التمرين الثاني من الصفحة 35. أوجد العدد، أوجد العدد 12 و800. اثنان عشرات وثمانمائات، 6 وحدات و700،
ستة وحدات وسبعمائات. اثنين عشرات معناتها اثنين من هذه، هذه واحدة وهذه اثنان، اثنين عشرات. ثمانمائات ثمانية من هذه، هذه واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نعيد، ثمانية مئات، واحد اثنان ثلاثة أربعة، والأربعة ثمانية، اثنين عشرات، واحد اثنان. كم يساوي هذا العدد؟ كم يساوي هذا العدد؟ ثمانمائة وعشرون. ثمانمائة وعشرون. نأتي إلى العدد الثاني، سبع مئات، سبع مئات هذه سبع مئات، وستة وحدات، ستة وحدات، واحد اثنان أربعة ستة. كم يساوي هذا العدد؟ كم يساوي؟ سبعمائة وستة. سبعمائة وستة. إذن العدد الأول، العدد الثاني، اثنين عشرات وثمانمائات، ثمانمائة وعشرون، وست وحدات، ست وحدات سبعمائات، سبعمائة وستة. هل كانت الإجابة الأولى صحيحة؟ لا. هل كانت الإجابة الثانية صحيحة؟ لا. إذن 820 706، إذن الإجابة صح. هذه كانت خاطئة وهذه كانت خاطئة. إذن 12 20 820، وهنا 706 بهذا الشكل. أكمل الآن، أكمل 633، 941. سهلة، كما تنطق كما تكتب. لاحظ معي، 633، 941. سهلة. انتهى التمرين الثاني. التمرين الثالث، اختر الإجابة الصحيحة، معناها كان إجابة واحدة صحيحة. وهنا مشكلة الأكبر والأصغر، نتذكر المثال المرجعي، ثلاثة أصغر من عشرة، هذه الأسنان، أسنان التمساح التي قلنا عليها، نتذكر المثال المرجعي. إذن نبدأ في التمرين. هذه
308، وهذه 308، هذه متساويان، هذا خطأ. إذن المثال الأول خطأ، المثال الأول خطأ، المثال الأول خطأ. هذه 308 وهذه 308 متساويان، لا تصلح هذه الإشارة، هذا خطأ. الجواب الصحيح هو هذا 308، هذه صحيح. إذن هذا خطأ وهذا خطأ وهذا صحيح، هذا صحيح، الصحيح هو هذا. إذن الإجابة الخاطئة هي هذه، هذا خطأ وهذا خطأ. بالنسبة لهذا التمرين تعلمنا كيف نجيب، عندنا طريقة تعلمنا، قلنا نبتعد هكذا قليلا، نبتعد هكذا قليلا، ثم نحسب 236، نفصل الأعداد، نفصل الأعداد هكذا، تسعمائة وثمانية، وهذه كما هي، تبقى الإشارة، إشارة اتفقنا منذ قليل. المثال المرجعي هو هذا. الآن مقارنة عدد بثلاث أرقام، من عنده المئات أكثر هو الأكثر، هذا 200 وزيادة، وهذه 300 وزيادة، معناها أصغر، هذه أصغر، 900 وزيادة، و900 وزيادة، وهنا 8 وهنا 8، هذه تساوي 908. هذه المئات 1 والمئات 9، من عنده المئات أكثر هذا العدد؟ إذن نقول هكذا، 236 أصغر من 325، 908 تساوي 908، 129 أصغر من 921. انتهى التمرين هكذا، نكتب بهذا الشكل، نحسب هذا المقدار 236، 908، نكتب هكذا. انتهى التمرين الثالث، نبدأ مع التمرين الرابع. احصر العدد بين 200 متتاليتين. لقد رأيت محاولتك في الكتاب وهي خاطئة، إذا تابع معي. احصر العدد بين 200 متتاليتين. أولا ألاحظ العمل هل هو صحيح، ثم أصححه، أصحح الأخطاء على كراسي، هل هو صحيح؟ يبدو أن الفكرة لم تفهمها أنت، تابع معي. مئتين متتاليتين، ما معنى مئتين متتاليتين؟ مضاعفات المئة، مضاعفات المئة هي صفر، مئة. الطريقة الأولى في الشرح، نسأل أنفسنا من هي مضاعفات المئة، من هي مضاعفات المئة؟ مضاعفات المئة ملتيبل، ملتيبل دو مئة، ملتيبل هو مضاعف.
هي 0 100 200 300 400 500 600. هذا التمرين ماذا يقصد؟ قصده هذا العدد، هذا 478 هو الذي نسلط عليه الضوء لأنه هو الذي سنحصره. هذا 478 أين يأتي؟ أين يأتي هنا؟ 478 478 يأتي، هذا 478 معناتها 400 وزيادة، معناتها يأتي بعد 400. إذن هذا 478 أين هو موجود؟ أين هو موجود؟ موجود هنا، موجود هنا. أين موجود؟ أين موجود؟ موجود بين 400 و 500. التمرين يسأل عن 400 و 500. إذن صاحب الجواب هذا 500 وجدها صحيحة، صح. لا يقول 300، 300 خطأ، جواب خطأ. نعيد، نريد أن نحصر هذا العدد، نستطيع أن نحصره كما شئنا، نحصره بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. لو يقول أنه محصور بين 200 و 600، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وهل هذا هو المطلوب؟ لا، ليس هو المطلوب. لماذا؟ لأن 200 و 600 ليستا متتاليتين، هذا متتاليات. هناك شرط آخر بين 200، هذه 100، هذه 100، هذه مئات مضاعفة 100 موجودة في المجموعة هذه، هذه مضاعفة لمئة وهذه مضاعفة لمئة، ولكن هل هما متعاقبتين؟ لا. إذن هذا العدد محصور هنا ومحصور كذلك هنا، ولكن من هو أحسن حصر؟ أحسن حصر هو هذا 400 و 500، أحسن حصر هو هذا. ولهذا نسأل عن أحسن حصر، كيف نسمي هذا أحسن حصر؟ 200 مضاعفة المئة، 400 مضاعفة للمئة، و500 مضاعفة للمئة، وهما متتاليتين من 400 و 500. هذه الطريقة الأولى في الشرح. الطريقة الثانية في الشرح، 478 هذه 478 تأتي هنا، ثم ماذا أضيف لها؟ ماذا أضيف لها 70؟ ماذا أضيف لها حتى أحصل على مضاعف لمئة؟ 500 هنا. وماذا أنقص لها حتى أحصل على مضاعف لمئة؟ هل هذا مضاعف لمئة؟ لا 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 لا، 478 حتى هنا. إذن من هي مضاعفة المئة؟ 500 مضاعف لمئة، و400 مضاعف لمئة. فأقول 478 محصور بين 400 و 500. لماذا 400؟ لأنها مضاعفة لمئة، هذا مضاعف لمئة وهذا مضاعف لمئة. بقية الأعداد هنا ليست مضاعفة لمئة، بقية الأعداد ليست موجودة في هذه المجموعة. من هو الموجود في هذه المجموعة؟ 400 و 500، 400 و 500. هذه طريقة ثانية للشرح. طريقة ثالثة للشرح، عندنا طريقة ثالثة للشرح. لاحظ 400 ماذا عندنا العدد؟ 478. لاحظ هنا 100 200 300 400، هذه 400، هذه 400، 400. وماذا؟ 78، 78 معناتها 70، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة، هذه 470، والوحدات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذه 478. كم أضيف لها؟ لا ننسى 478 أين موجودة؟ هنا. كم أضيف لها حتى أحصل على مضاعف لمئة، حتى أحصل على 500؟ كم أضيف لها؟ لو أضيف لها ثلاثة، لو أضيف لها ثلاثة، أضيف لها ثلاثة تصبح 80، وأضيف لها عشرة، وأضيف لها عشرة أصبحت 500. الخمسمائة هي التي وجدناها هنا. كيف نجد الأربعمائة؟ هذه 70، احنا قلنا 78، 470، 478. كيف أحصل على 400؟ لاحظ، نبدأ في الإنقاص، ننقص هذه، ننزع هذه. هل هذا مضاعف لمئة؟ لا، وصل وصل. هل هذا مضاعف لمئة؟ لا، أحذف. 70، هل هي مضاعفة لمئة؟ لا. 60، لا، أحذف أحذف. 400، 400 هي التي كنا نتكلم عنها منذ قليل. إذن هذه لو أضيف لها وحدات وعشرات ستصل إلى 500، وهذه لو أنقص منها وحدات وعشرات ستصل إلى 400. السؤال كان مطروح عن 400 و500، إذن هذا الجواب خطأ. والتصحيح ماذا قال هو؟ أصحح الأخطاء على كراسي. إذن من هو الخطأ الذي سأصححه؟ هذه 300 تصبح 400، إذن 500 كانت صحيحة و300 كانت خاطئة، ويكون الجواب هكذا. التمرين الرابع، هذا التمرين. لاحظ الانتظام ثم أكمل، لاحظ الانتظام ثم أكمل. التمرين الرابع، ارجع لحل الحصيلة الثانية رقم 4 صفحة 34، أنجزنا مثله، يشبه التمرين هذا، يشبه التمرين هذا. انقل ثم أكمل متتالية الأعداد وفق انتظامها. ارجع لحل هذا التمرين بالفيديو. الفكرة ما هي؟ الفكرة أنني ألاحظ الأعداد هذه من هنا إلى هنا، هناك الأعداد تكبر، الأعداد تزداد، فهذه متتالية متزايدة، نقول أنها متتالية متزايدة. الحد الأول هو 193، 193. ماذا أضيف له؟ ماذا أضيف له حتى يصبح 293؟ لاحظ الثلاثة في الأحاد، الثلاثة في الأحاد، الأحاد لم تتأثر، والعشرات لم تتأثر، من الذي تأثر؟ هو المئات. إذن لو أضيف 100 سأحصل على 293، ولو أضيف 100 سأحصل على 393. إذن 93 93 93. لاحظ هنا 93 93 93، لا تتغير. من الذي يتحرك؟
الذي يتحرك هو المئات، المئات تزداد، كانت 100 أصبحت 200، كانت 200 أصبحت 300. إذن ماذا أفعل لأحصل على الحد الجديد؟ أضيف 100، أضيف 100. إذن 300، 400، 500، 600، 700. المعطيات هي هذه، هذه المعطيات، ثلاث أعداد، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 100 200 300 400 500 600 700، والثلاثة وتسعون تبقى كما هي، معناه أضيف بالمئات. كما قلنا في الفيديو السابق في هذه الصفحة، لا أكتب الأعداد هكذا، أجعلها في جدول، أجعل شريط عددي. إذن التمرين ينتهي هنا. لاحظ الانتظام ثم أكمل. لاحظنا ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن هناك المئات تتحرك، المئات هي التي تتحرك، نضيف بالمئة. هذه الطريقة الأولى في الشرح، هناك طرق كثيرة للشرح. الطريقة الأولى للشرح هي هذه. الطريقة الثانية للشرح بجي جبرا، 193 ثم ماذا؟ 293 ثم 393 ثم 493 ثم 500 ثم 600 ثم 700، 793. هذه الطريقة رقم 2 في الشرح. هناك كذلك طريقة رقم 3 في الشرح. الطريقة رقم 3 في الشرح، لاحظ معي ماذا كان عندي. كان عندي 193، 100، عندي 190، 90، 3 4، أربعة، 5 6، 7 8 9، 193 بهذا الشكل، 193. كيف أفعل حتى تصبح 293؟ هذه 193، ماذا أفعل؟ أضيف المئة، 293 أضيف المئة، 300 أضيف المئة، 493. هذه الأعداد التي كنا نكتبها هنا، 493 ثم ماذا نجد؟ 593، 593 ثم 693 ثم 793. هذه 793 هي الموجودة هنا، هي الموجودة هنا. إذن ماذا كنت أفعل أنا؟ كنت أضيف في المئات، كنت أضيف في المئات، هذه الوحدات، هذه العشرات، هذه المئات، كنت أضيف في المئات. وهذه هي الطريقة الثالثة في الشرح، نتيجة نتيجة عملية الجمع، 1 زائد 130 زائد 371 هي 502، 592، 601. من هي الإجابة الصحيحة؟ ألاحظ هذا العمل، ملاحظة العمل، هل هذا الكلام صحيح؟ سنجيب عن السؤال بثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الوضع، الوضع الصحيح والإجراء، ما تعلمناه في الصفحة 27، نحسب عدد الوحدات وأحتفظ بالعشرة،
ثم احتفظ بالمئة. تعلمنا هذا في الصفحة هذه، يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بها. 130 والواحد معناتها 001. وضع وإجراء الجمع بالاحتفاظ تكلمنا وشرحنا هنا. الآن الواحد والصفر والواحد، السبعة والثلاثة عشرة، أكتب صفر وأحتفظ بالواحد. الواحد والثلاثة أربعة، والواحد خمسة. هذا الجواب خاطئ، 502 هي التي نجعل عليها دائرة. 300 زائد 130 زائد واحد 502. تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. 130 130 ثم 371 300، هذه 100 371. إذن الواحد 130 معناتها 100 10 20 30 300 100 2 3 70 7 عشرات، والواحد 1 وحدات. كم النتيجة؟ نجدها 502. ولكن نحن سنلاحظ طريقة أخرى. لاحظ معي، 502 كم عدد الوحدات؟ الوحدات هنا هكذا، المئات هكذا، المئات هكذا. كم عندي من مئة؟ عندي أربعة. لاحظ الآن عندي ثلاث عشرات هنا، ماذا أفعل؟ أستبدلهم، أستبدلهم، استبدلتهم بمئة، فكم أصبح عندي؟ 502. 502. إذن كل هذه الفكرة هنا. إذن لو أحب هذه استبدلتهم بمئة واحدة فأصبحت عندي 500. هذا الاستبدال هو الذي كنا نقول عنه، كنا نقول عنه أستبدل عشر عشرات بمئة. تبقى العملية هذه، 405 زائد 99، 405 زائد 99، الخمسة والأربعة، الخمسة والتسعة 14، الواحد والتسعة 10، أكتب صفر أحتفظ بالواحد، الواحد والأربعة 5. هذا الاحتفاظ ووضعته باللون الأخضر، هذه 5 وحدات و9 وحدات. استبدلت وضعت 10 ثم 10 عشرات أصبحت 100. إذن بالآلة الحاسبة، بالآلة الحاسبة 405 زائد 99 فعلا هي 504. 105 405 وهذه 99. 405 معناتها 400، 100 2 3 4، والخمسة 5 وحدات، 1 2 3 4 5. 405 بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 و 99، 9 عشرات و 9 وحدات. العشرات 4 والأربعة والواحد 9 و 90. ماذا سأفعل؟ سأبدأ بالوحدات. أنا ماذا قلت هنا؟ قلت الخمسة والتسعة 14، أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد. هذا الواحد الذي احتفظت به احتفظت بعشرة، لماذا؟
لأن 9 وحدات هنا والوحدة هنا تصبح 10، فماذا أفعل؟ أستبدل 9 وحدات ب10، هذا المقصود. الآن ماذا قلت كذلك؟ قلت 10 واحدة و9 عشرات هي 100، هي 10 عشرات، كتبت 0 واحتفظت بالواحد. لماذا؟ لاحظ معي، هذه 10 وهذه 9 عشرات، هذه 10 وهذه 9 عشرات، لاحظ معي كيف أستبدلهم، أستبدلهم ب100، فماذا يصبح عندي؟ يصبح عندي 504 وحدات، يصبح عندي 504 وحدات، 504 هي التي وجدناها هنا. ولهذا نكتب 495 هي 504. تبقى العملية هذه 255 و 193، 255 و 193، 5 و 3، 5 و 9، 14. أكتب 4 وأحتفظ بالواحد، الواحد الواحد، والاثنان 4. 255 زائد 448. هذا الاحتفاظ، هذا الاستبدال، ماذا استبدلت؟ استبدلت 10 عشرات ب100. يمكنني استعمال البرنامج هذا لتوضيح الفكرة. نتأكد 255، 100، 205 وحدات. الآن 193، 1 2 3، بهذا الشكل 255، 100، 200، 5 عشرات، 5 وحدات، 100، 100، 9، 9، 3، 3. أنا ماذا قلت؟ قلت 5 و3 8. ما معناها هندسيا؟ هندسيا معناها هذه 5 مع هذه 8، عندي 8 وحدات، أي 8 وحدات. وماذا قلت؟ قلت 9 و5، مع أنت حبيت نجمع هذه مع هذه، حبيت نجمع هذه مع هذه، فما وجدت؟ وجدت 4. إذن بهذا الشكل تصبح عندي 100 هنا و100 هنا. كم يوجد عندي؟ 1 2 3 4، 400. 1 2 3 4، 4 عشرات و8 وحدات. بهذا الشكل انتهى التمرين الخامس. بالنسبة للتمرين السادس، بالنسبة للتمرين السادس، هل النقاط في استقامية؟ هو قال لا، التلميذ هذا قال لا. احنا كيف نفعل؟ نأتي بمسطرة وفي نقطة التقاطع ونجدها، نعم أنا أجد أن هذه النقاط في استقامية، النقاط في استقامية. المطلوب أرسم 5 نقاط كلها في استقامية. احنا ماذا نفعل؟ هناك حيلة، نرسم المستقيم ثم نرسم هذه النقاط، وثلاثة أربعة خمسة، ثم ننزع المستقيم، ثم ننزع المستقيم المساعد. هذه الفكرة. إذن هذا التمرين كيف أنجزناه؟ أنجزناه بحيلة. ما هي الحيلة؟ نرسم المستقيم، نعلم 5 نقاط، ثم نمحي المستقيم، نرسمه بقلم رصاص ثم نمحيه بالممحات، نرسمه برسم خفيف. بهذا ننتهي من الصفحة 35.